النقطة الثالثة في مسألة ترك الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الكبائر مثلا من أكثر الكبائر المنتشرة معنا كبيرتين، يوجد شخص رأى رؤيا، سمع في المنام صوت جبريل عليه السلام في هذا الفترة، يعني في هذا الزمن ما في الكتب القديمة، يقول له أكثر أهل هذا الزمان يدخلون النار بالزنا والخيانة، الخيانة في الأموال. نبدأ بموضوع الزنا. موضوع الزنا والعياذ بالله يعني كثير من الناس يقعون فيه، كثير من الناس، وهو من البلاء الذي يعني ابتلينا به في هذا الزمن. الإنسان يعني ما يحتاج إنه يجتهد ليصل إلى هذه الكبيرة في هذا الزمن، هي تأتيه بنفسها قبل أن يذهب إليها. أنا أقول حال الشباب وحتى حال الكهول والشياب، أقول ليش الواحد مستعد يخاطر بنفسه وما يخاف ويكون شجاع في المعصية إنه يراسل فلانة من هناك إذا زوجته عرفت غاب؟ إنزين، يعني خلنا نكون واضحين في ذي النقطة. أو إنه مثلا يخرج مكان بعيد ويلقى وحدة ويروح معها ويخاطر مخاطرات ويكون قريء شجاع في هذه الكبيرة. يقال إنزين إذا ما زادت إنك وحدة خذ ثانية. لا، نتورط وغيابنا ويحريم صاهن أي طبخاننا بنار هادية ويحرق لنا سيارتنا، وكما سمعت فلان موسى يتبع حرمته ويستوي جبان جبان تروح رجولته البر. زي نفس الشخص هو بنفسه يقع في الكبيرة ويكون شجاع إلى آخر درجة ويشتغل عقله يعني عشان يخطط كل أنواع التخطيط، من هين يجيب الفلوس ومن هين يروح ومتى وكيف وكيف الكلام يبدأ والكلام الطيب وكذا وتدرج في الموضوع. يقال له سير وضبط أمورك في الجانب الثاني إذا كانت هذه المعصية تعبت إنك، أو معاصي أقل منها كمثلا مشاهدة الأفلام الإباحية أو العادة السرية أو كل هذه في فلك واحد. إنزين، يبقى هناك خايف ما يعرف، يقول كيف منسوي، ما معنى فلوس حال مهر، عقب معك فلوس حال زينة ساعة واحدة 70 ريال، صدقوا في ساعة واحدة 70 ريال يدفعوا الشباب عادي عندهم، في الليلة 100-130 ريال وهو ما حيلته 700 ريال راتب، كيف يدفع هذا المبلغ للكبيرة وما مستعد يضوله 6 أشهر أو سنة ويتزوج بواحدة ثانية؟ إبليس يخوفه في في الطاعة ويخليه شجاع، شيطان رجيم في المعاصي. نسأل الله السلامة. الإنسان إذا مقتنع بزوجه أو كاف يعني شره وماسك يعني شرفه كان حظه، لكن اللي ما يقدر يراوينا شجاعته يروح قابل عمره في التعدد، ما سددته ثانية ياخذ ثالثة، ما سددته ثالثة ياخذ رابعة. مسألة مفتوحة، يعني المجال في الحلال الحمد لله مفتوح في الدين. وتو يعني بترجع إن شاء الله مسألة الزواجات الجماعية، اللي يقول أنا ما أقدر يروح وينسق في زواج جماعي سنويا. الزواجات الجماعية مصاريفها قليلة جدا جدا مقارنة بالزواج الشخص بنفسه. فهذه المسألة لابد أن تحل. أولياء الأمور يقللوا المهور ويشجعوا بناتهم إنهن ما يشترطن هدايا، ليش؟ عشان يكون عفيفات. ونفس الشيء الشباب ما يجاملوا آبائهم، الأب باغي يعزم قبيلته كله، القبيلة والجيران ومال البلاد
وما الدوام وذاك الولد ما يعرفهم الناس ذاك كلهم ولا الحرمة ما تعرف، قل زين طلع فلوسك في الملكة وفي العرس وعزم وتبة عزمان مانع، ما معي فلوس حال الدنيا كلها أعزمها وأنا جالس يعني في ذل المعاصي والشهوات كلها محاوطة تبي، وانتو تلزموا علي انه يعني أوفر أشياء فوق طاقتي. فهذه المسألة تحتاج إلى تكاتف في المجتمع. مسألة الخيانة، الخيانة في الأموال هذه معصية من المعاصي، ومعصية يعني حتى التصرف فيها بعدين صعب. كثير من الموظفين يقصروا تقصير كبير في وظيفتهم والراتب ينزل كامل كاملا، مثلا يوميا يتأخر نص ساعة ساعة، خلاص حلال حاله يتأخر ساعة، يقول احنا متفاهمين. من انتو متفاهمين؟ شركاء انتو اصحاب الشركة متفاهمين على كيفكم، ولا انتو كلكم موظفين تاخذوا راتب يعني ذاك حق عام يعتبر في الشرع، الاموال هذه اموال الحكومة تعتبر حق عام، فكيف صاحبك في العمل وصاحبك الثاني في العمل تقول احنا متفاهمين؟ الصاحب ما يمكن بعده، يمكن اذا الانسان سأل اهل العلم عن المدير او المسؤول اذا سمح للشخص انه يتأخر بعذر ويقدم عذره، ما اعرف اهل العلم ويقولوا. كذلك مسألة الخروج من الدوام قبل نهاية الوقت، الوقت بعد ما انتهى من الدوام، كثير من الموظفين زحمة في الشارع تارسة زحمة، خميس هي عاد خميس الساعة 12 الساعة 10 عاد الناس طالعين، بعدين يقول أولادنا ما فيهم بركة، صار منين تحل عليهم البركة إذا كان كذاك الوضع؟ هذه الأموال يعني أموال يعني مأخوذة لازم الواحد يدفع حقها، مثلا ما شيء عمل في الدوام، ما شيء عمل يخرج الواحد بإذن، يعني يخرج بإذن أو يبقى موظف واحد يسأل، لازم يسأل أهل العلم هل يجوز لي أني أنا أستأذن من المدير في العمل؟ ما هو صاحب الشركة، هو مدير، إذا أذن لي يجوز لي أطلع، إذا بإذن ترى المسألة بسيطة، أو أنه يغيب ويجيب أعذار ما صحيحة، أعذار ما صحيحة عاد شيء منهم فوق هذا يزوروا تزوير، يروحوا أماكن ويأخذوا شهادات يعني مرضية مزورة، فهو من جهة خائن وأمواله هذك يعني حرام، بتكون جزء منها حرام ويأكل منها وأولاده يأكلوا منها، وزيادة على هذه المعصية أنه يزور أوراق ويجيبها، ما أعرف مو بيقول يوم القيامة عند الله تعالى. ما شيء أجمل من الإنسان يعيش في الدنيا يؤدي فرائض اللي عليه ويأخذ حقه كاملا، هذه عيشة مريحة، عيشة مريحة، الإنسان يؤدي اللي عليه ويأخذ حقه. يعني الواحد يخرج يقول اللهم أخرجني من هذه الدنيا يعني لا لي ولا علي، لا شيء ديون ما معطاه إياها وما عليه ديون، حال حد يخرج مرتاح، ما يخاف منها الموت يوم تجيه، ما خايف من شيء، ليش يعني يبقى في قلق في اضطراب؟ يعني مسألة فيها اضطراب في حياته، ما فيها بركة، ما فيها راحة، يجين أمراض يعني يبتلى أهله بأمراض، أو أنه أولاده يطلعوا ما شاطرين في المدرسة ما يفهموا، يجيب لهم مدرسين خصوصيين ما يفهموا أبدا، ما فالحين في العلم، ويقول ما طالعين شاطرين وهذه البذرة، وإحنا يوم قبل ما حد يحيده هو يوم قبل، بس يعني ينفخ صدره يوم كبير يحيد سيرة الله العليم، نسأل الله السلامة. فالإنسان هذه يعني المصائب اللي تصيبه في حياته لابد أنه ينظر في الجانب الباطني، مو هو السبب، هل أنا معي معصية فعلتها عشان أبتلى بهذا الابتلاء؟ من أكثر المعاصي اللي تمحق البركة مسألة الخيانة في الوظائف، أصحاب الأعمال الحرة سبحان الله اسم على مسمى حرين، يعني ما يخافوا من شيء إلا في فقه المعاملات معهم يعني مسائل لازم يتعلموها، أما أنهم عليهم شيء ما عليهم،
لا فوقهم مسؤول ولا أحد يقول لهم ليش غبتوا ولا أحد يقول لهم لازم طلبوا إجازة يجزوا متى ما يبغوا ويداوموا ويجتهدوا ويلقوا ربحهم. لكن أغلب الناس اللي هم موظفين سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص مع وظيفة يسمى أجير في الشرع، هذا الأجير لابد أنه يجلس في عمله ويقيم عمله ويكون أمين على ذاك العمل، ما يخرج بدون إذن، وإذا خرج يعذر، وإذا شاف نفسه مقصر يحاول يجتهد في العمل في الأيام القادمة حتى لو هو ما عليه دوام لكن يحاول يجتهد. إذا مثلا أخذ أموال في فترة من الفترات بغير حق وبغى يتطهر منها يتصل بمكتب الإفتاء، مكتب الإفتاء يعني رقمه معروف، اللي يريد رقمه يتصل بالبدالة ويقول لهم أريد رقم مكتب الإفتاء، يعني مكان حكومي وفي علماء ويجاوبوا على الأسئلة في الفترة في فترة الدوام الرسمي من يوم الأحد إلى الخميس طول فترة الدوام الرسمي يجاوبوا. فالإنسان يتصل يقول أنا في فترة من الفترات قصرت في العمل وأخذت مثلا أموال أو أني كنت ما أداوم مو علي، يمكن يقال له أنك ردها حال فقراء المسلمين أو تخلص منها بطريقة معينة، أو يقال له بعض أحيانا يقال له أنك استغفر وتوب يعني وما ترجع مرة. فلا بد أنه يتصل بعالم من العلماء يعرف كيف يتخلص من هذه المسألة.